الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر لم يدرك العالم حين انطلقت شرارة 23 من يوليو أنها لن تقتصر على تغيير الحالة المصرية فحسب، وإنما سيمتد ضياؤها ليشمل قارتنا الإفريقية والمنطقة العربية بأسرها، إذاناً ببزوغ حقبة تاريخية جديدة تنعم فيها الشعوب بمكتسباتها، ويكون قرارها نابعاً من إرادتها الوطنية الخالصة. فانطلقت حركات التحرر الإفريقي والعربي مسترشدة بما حققته الثورة المصرية الوليدة من إنجازات على أرض الواقع، وداعمة لكل الشعوب التي ترغب في الحرية والاستقلال. ولقد برهنت الأيام على نبل الأهداف التي قامت ثورة يوليو من أجلها، والتي استلهمتها من نبض جماهير الشعب المصري. فخالص التحية إلى رمز هذه الثورة الرئيس الراحل محمد نجيب، وتحية إلى قائدها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.